واقع الصحة بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضلي سيدة النائبة. نسائلكم في الفريق الحركي عن واقع وآفاق الصحة بالعالم القروي والجبلي. تفضلوا سيد الوزير. وفي إطار المجهودات الرامية إلى حد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في مجال الصحة وتعزيز لسياسة القرب، عملت الوزارة على غرار كل سنة على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، والذي يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصحية في ساكنة المناطق النائية بالوسط القروي، تم عبر إحداث مراكز للرعاية الصحية وجودة الخدمات. فاليوم كيبلغ عدد ديال المؤسسات الصحية في العالم القروي 2088، ووصل وحدات الولادة بالعالم القروي 423 وحدة بنسبة 79% من مجموع الوحدات على المستوى الوطني. ويرتكز هذا المخطط على ثلاث محاور رئيسية ترتبط بالتغطية الصحية المتنقلة ودعم التغطية الصحية الثابتة والمشاركة الجماعية في المجال الصحي، إضافة إلى الإسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية 2017-2023 الذي تساهم فيه بتمويل مقداره مليار درهم. وينطبق هذا الوضع على المستوى الأقل المشار في سؤالكم السيدة النائبة المحترمة. شكرا. هل من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلي. مع الأسف سيد الوزير ما لمسناش في الجواب ديالكم ما يبرهن بالملموس على إرادة الحكومة لتجاوز الاختلالات اللي كتعرفها الوضعية الصحية بالعالم القروي. لذا السيد الوزير ندعوكم إلى القيام بزيارة ميدانية بالمناطق الجبلية باش توقفوا على حجم الاختلالات وحجم المعاناة ديال المواطنين في العالم القروي. غادي تصدموا السيد الوزير بواحد الواقع مر السبب ديالو الأساسي ضعف الموارد البشرية الطبية والتمريضية وقلة التجهيزات وإنعدام الأدوية بجميع أصنافها. وأحيانا السيد الوزير حتى هذيك الأدوية اللي كتستعمل في التدخلات الطبية البسيطة ما كايناش في أغلب المستوصفات البعيدة. والمشكل الكبير هو أنه كاين مستشفيات جاهزة ولكن ما زالت مغلقة، ما عرفناش علاش، بحال المستشفى الإقليمي للدريوش الذي تم استكمال بنائه منذ 4 سنوات. وأزمة الصحة سيد الوزير كتعمق في الحالات المستعجلة، ومن ما كيلقاش المواطن المريض سيارة الإسعاف لإغاثته كحامل كامرأة حامل مثلا على وشك الولادة، أو مواطن تعرض لإسعة عقرب أو لأزمة قلبية أو حادث طارئ، خصوصا مع تدهور الطرقات في موسم الشتاء والثلوج. لذا السيد الوزير سكان المناطق القروية والجبلية أو بمعنى الأصح سكان المغرب العميق محتاجين منكم إرادة حقيقية وقوية تساهم بشكل مستعجل في تحقيق العدالة المجالية في مجال الصحة. وشكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب المحترم. لا راه من المفروض عندما يطرح السؤال من طرف المعارضة التعقيب الإضافي الأول كيكون الأغلبية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم، لا يخفى عليكم أن العالم القروي يعيش مأساة من حيث الأطر الطبية وخاصة الأطباء العامون. سيد الوزير، إقليم طاطا في 20 جامعة ترابية وفي 7 أطباء عامون. سيد الوزير، هاد 7 الأطباء العامون غالبهم في بداية السنة غادي ينتقلوا، غيبقاو 3 الأطباء. سيد الوزير المحترم، سيد الوزير المحترم، وغالبا 3 الأطباء غادي يشتغلوا في المستعجلات. لذا سيد الوزير المحترم، واش توجدوا شي استراتيجية باش فكوا هاد المعضلة اللي غادي يعيش هاد الإقليم في بداية السنة؟ وشكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد النائب المحترم. ولكن ما خدامش. وي شكرا السيد الوزير. في الحقيقة قطاع الصحة فهو مر كنعرفوه جميع. غادي ننتقلوا من المشاكل اللي كتعانيها من طبيعة الحال المستشفيات، وهذا غنمشيو مباشرة للمسألة ديال
المصحات السيد الوزير، اللي هما انتم كتعرفوا كاملين ناقشنا هذا الموضوع هذا في الولايه السابقه، على منع شيكات الضمانه اللي كيشدوا شيكات ديال الضمانه من المواطنين، والاسعار كل واحد يعني يعطي الثمن ديالو في نفس العمليات، كتلقى كل واحد كيدير ثمن اللي بغى. هذا مشكل، هذا فشلكم السيد الوزير، لا بد ما تعالجوه، لان تتبين لي بانكم خايفين من المصحات وما قدرتوش تواجهوا هذا المشكل. هذا انتقلوا للمستشفيات على المستوى الاقاليم. السيد النائب انتهى الوقت. لا انت دقيقه، هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد الوزير. تكلمتوا على العالم القروي، انا قصدي ديال الكلينيك. الكلينيك ما كاينش عالم قروي فيه كلينيك اليوم، وحنا كنعرفوا بانه المنظومه الصحيه كتعاني نواقص دار منذ الازل، هذا ارث كبير، يعني الاصلاح ديالو ما كيجيش بسرعه، كيجي بتدرج. وهادشي علاش كنقول لكم بانه التصور الجديد اللي غيعتمد على الخريطه الصحيه الجهويه وعلى العرض الصحي الجهوي اللي غيكون فيه تكامل ما بين القطاعين العام والخاص، واللي غادي يعتمد على تعريفه مرجعيه اللي غيخلي كذلك لو تير بيون، ما غيبقاش هذا المشكل غنتعاملوا به حتى في الكلينيك. الكلينيك غيخضعوا النظام الجديد. هذا خصو لا بدا واحد شويه ديال الصبر. الموارد البشريه السيد النائب المحترم، 97,000 ديال النقص، خصك 25 عام باش يمكننا نتراجعوا لجوج. تقول لي انايا خصني دابا جوج الناس هنا ولا اربعه الناس هنا، خصنا واحد التدرج. اليوم كنخرجوا يلاه 1200 طبيب في العام في السنه، كيفاش غادي نقدروا نصرفوهم على الخصص اللي كاين؟ خصنا واحد التصور جديد اللي فيه واحد المقاربه جهويه، كل جهه تكون الحاجيات ديالها. وشكرا.